عم اقول لك نحن اولاد اخوك وهو وصعنا قبل ما يموت نجي لعندك وناخد حقنا من الورثه ما فشرت لك روح خيط غير نسلي عم يروح ابوك طامر طميره ابي لما طلع مع الاصملي دفن كل شيء بيملكه حطهم بطميره جوات بيت جدي انا السبب كان لازم رصه باب الحارة يوميا خلال شهر رمضان المبارك 5 المساء على الـ LBCI والـ LDC